الآن في جباليا، مجزرة إسرائيلية حصلت ونحن في الطريق. هنا يتم نقل بعض الضحايا كما نرى، هم من الأطفال والنساء استهدفوا في هذه اللحظات. كنا في الطريق لعملية نقل ما يجري في جباليا. Located on the eastern side. All right. Sorry, I just want to make sure you are. Okay. Nizar, please take cover. مدينة مأهولة جدا بالسكان وتحوي أعدادا كبيرة من النازحين، عائلتي أنا زوجي وأطفالي